الضيف من الشتاء للصيف يعني ايش فلتش مولعه سابق على الاخر والعيني ما ضل حدا عم يحكي فيه شو هالخلطه هاي الخلطه بدها تعمل جلطه خلي تليفونك بايدك تبعنا يلا طيب نقعد تفضل بس انا قلت بخبرك شوي اون ايج فيليج نحن هون معروفين بالخلطات والصوصات والقصص سمعت هيدا الشيء مشان هيك ايه ما في اكبر سلطه اكبر برجر اكبر شاورما اكبر بيتزا اكبر محل شو بدي واضح مبين انا اصريت انك تكوني موجوده هيك احب تعملي انفورميشن لتكون انت مانجر مسؤول عن هذا السكشن اجمعك بالشاف هلا الشاف جاي بخلطه جديده جاي واصل من اجنبي هو هلا لازم يكون هلا لازم يكون صار واصل بعتقد هذا هو شاف سوري ايوه الو هاي هلا صار واصل كيفك؟ ايش الحال؟ هاي كيف الين؟ كيفك الين؟ تفضل بتحب هون وين ما بدك؟ بعدنا عم خبر فارس ايوه فارس خبر الشاف من اجنبيا ايه معروف بالخلطات ليك هلا الاكل هو نفس انا شو اللي بيميزني عن غيري؟ انه من ماشي بعمل شيء صح يعني على طول بقلوها ايه اذا بدك من البطاطا بعمل صوص للشوربه حلو للسوق ايه فهيدي هي اللعبه مما كان بيقلي بطاطا بس في قلي عن قلي بتفرق النفس كمان والحلو عندك نفس اذا بدك هيدي معروف فيه هو النفس الصوص اللي عم تشتغل فيها بقلي هالخلطه يمي اف طيبة شو هي؟ هيدي الخلطة من القلقاس من القلقاس حلو من القلقاس خفيف بنفس الوقت بتعرف شو عم تاكل هاي لقلي من اجنبيا طيبة انت بدك تقلي هالخلطة شو؟ فيها شيء من المايونيز هيدي من حليب التين من حليب التين شيء غريب عن جد ايه الحليب هو فج بس ارتفع بيبقى حليب هذا من حليب التين هاي لا صرت انا محمد زوم مبين فراز مزبوط فراز ومي انا هيك استوحيت ما بعرف هذا ورد الورد اللي بيطلع لا ورد اللي بيطلع يعني بالطريق ما بعد ما بينسى بيقطفوه بنعصره بنخبطه بنضربه بنحبسه بندفعه دقلي هاي يعني شكل الحلقه فيي لا انا عم ذوقك بس تيجي مش سابق سابا تقله سابا يدوق يلا هو بعتني ذوقك مش سابا وينه يدوق اللي دقته هلا واو هلا مش هاي مش سابا عم ندوق الخلطات اللي صاحب المحل علي رح بتكون هي مانجر مانجر عم حبيت؟ مش حبيت انا انغرمت بالصوصات إيه؟ ولا شيء بيعمل شيء بقلي اياه واو هذا حليب التين مع النفتالين لا مش النفتالين تبع السجاد نفتالين هو في اجنبيا اي بسموه عنا نفتالين ايوه إيه لا واو لا سوبر رائع لا انا بهشني بتحب تدوق ايه؟ من دوق يلا مش غلط هلا هاي ما بدي ذوقك شيء هيدا بيجي سكري دقيقة كيف؟ طيبة نايس من هون بنقول من هو اللي قال الخرا ما بيتاكل؟ من هو اللي قال انه الخرا ما بيتاكل؟ نحن بنشمسها بنجففها وبنحط لها مطيبات وما حدا يفتح تمه بقى يقولوا خرا شو عرف؟ شو عم بقول؟ عم تعمل خرا؟ مين بيقولوا الخرا ما بيتاكل؟ مين هو اللي قال الخرا ما بيتاكل؟ عميتني خري اخش شر لا عم تسبيني انت عميتني خري اخش شر عم بقلبك شو وصل؟ بلاش حلوين بيك شيء؟ تليفون بدك تعملي خرا يا معقولة؟ طيب ولا لا؟ مين هو اللي قال الخرا ما بيتاكل؟ لا 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 ل
انا عم بزعل معي خلي تليفوني شو المزح هيدا؟ نحن عم نصورك هيدا معقول؟ لا هيدا مش خرق لاستيك نحن عم نصورك نمزح معي برضه نحن عم نصورك طلع على الهواء شو؟ ما بدك يلا قلي يا باي فايزان الكاميرا هي هي الحياة تعملني خرق لاخو الش نحن بايج فيلج صح انا عبالي بس اعرف بشو اليوم يتميز ايج فيلج بشيء غريب اول شيء الايج فيلج هو عباره عن اربع كونسبت شو شو هولك بوستا سلم وكحول بار بنفس المجمع بتقعد مطرح ما بدك وبتاخذ من مطرح ما بدك تروبيكال كونسبت مكسيكان تروبيكال كونسبت طلعنا شيء جديد بلبنان على البحر في اندور يعني مش انه بنسكر بالصيفيه وخلص انتهينا في لا شو قصه البول البول من الساعة 10 لساعة 6 مطليات وقصص وبتنزل على البحر وبتتشمس وبعد الدور إذا بتحب كمان فيك تاكل عندنا. طيب اليوم سابق إذا بيتواصلوا معنا في عنا سوشيال ميديا أكيد أكيد سوشيال ميديا على صفحتنا ايج فيلج أكيد والأرقام على 71-333-700 في ثلاث أرقام سؤال سابق ما راح أسألك إياه هون قول لك وين يلا سابق نعم خلصنا بقى تعبتنا اليوم قد ما برمتنا ترى الصباط رح يجي سؤال في فرق تاني؟ في هن سوشيهوليك خمس فروع بلبنان حزمية بي بلوني وغزير واكيد بوستا موجود بالكاستيك سلم صار موجود برات لبنان واكيد وايت بير كيترينج كحول بار هن اهم نقطتين هودي عم شوف ما بتخبط طبعا هذا او جماعة الكحول بار او جماعة الكحول بار لحظة في اطباع كل شهر في اطباع في اطباع يلا روح مثل ما تعيش وتاكل غيرها فات على كل بيت وضحك كل اللبنانيه نحن مصرين رجال الاعمال اللي بتشتغل بالسياحه بلبنان نرجع ننشط السياحه بلبنان وبنطلب من كل شاب وصبيه موجودين بالدول العربيه يرجعوا على لبنان في شغل في فرص عمل كثير 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 كبيره كل شيء عم يندفع نفس برا يعني بيجي بيعيش بين اهله وشعبه ما هيك وبياخذ نفس الشيء تبع على لبنان كل المطاعم بحاجة لألكن كل الأوتيلات بحاجة لألكن صيفية بتعقد ناطينكم